السنة بأرض ارتحلت البدعة بل هربت البدعة. ونشأ في مدينة تبريز. هذه المدينة كانت في الأصل مدينة سنية، أهلها أهل سنة، لم يكون روافض شيعة أبدا. ماذا صنع فيهم الروافض الصفويون؟ الدولة الصفوية التي كانت تمثل الروافض من قبل، وما زالت هذه الدولة القائمة الآن هي الصفوية. مجوس أصلهم فرس، ولذلك أعادوا مجد الفارسية الآن. الآن المكاتبات في إيران تكتب بالفارسية ليس بالعربية، يعيدون مجد الفرس المجوس مرة أخرى على أرض إيران باسم الإسلام، والإسلام بريء منهم. فهذا المثال الواحد نذكره الآن من مئات بل آلاف الجرائم التي ارتكبها الروافض في العصر القديم، وارتكبوا أضعاف منها في العصر الحديث إلى لحظتنا هذه يرتكبونها بإقرار ورضا وتعاون مع الإخوان المسلمين وبلا شك وبسعادة من الليبراليين. نعم. فيقول نعم ثروة الخرباوي: ومن أسف مدينة تبريز مدينة نعم مدينة خسر شاهي كانت من أوائل المدن الإيرانية التي وقعت في يد الصفويين، فأعملوا فيها القتل والذبح حتى يجبروا أهلها على لعن أسيادنا عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، بالإضافة إلى أمنا عائشة رضي الله عنها. من عجب أن هذه المدينة فتحت أبوابها للصفويين عن حسن نية ودون قتال، بحسب أنهم ظنوا أن الصفويين هؤلاء رؤوا من المسلمين ففتحوا لهم المدينة، كما صنع المخذولون بإقرار الخونة من الإخوان المسلمين في بغداد وفي غيرها. وكان عدد سكان تبريز وقتها يبلغ 200,000 كلهم من أهل السنة يتكلمون باللهجة الأزرية التي إحدى اللهجات الفارسية القديمة. وحين دخل الشاه إسماعيل الصفوي الجامع الكبير بالبلد وصعد إلى المنبر وجيوشه تحيط بالمكان وتعج بسيوفهم المشرعة، إذ به يطلب من المسلمين في الجامع الذين يصلون معه أن يتركوا ما هم عليه أي من الإسلام أو من السنة، وأن يتبرأوا من السنة، وأن يدخلوا إلى الطوائف الشيعية، وأن يسبوا ويكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المسلمين بالمسجد هالهم الأمر واستقبحوا هذا الفعل إلى أن أتباع الشاه الصفوي الواقف على المنبر بادروا بلعن الصحابة وبلعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جهرة وبأصوات منكرة، فوضع أهل المدينة أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا هذا اللعن القبيح. وعندما أراد عدد من كبار العلماء الخروج من الجامع احتجاجا على هذا المروق من الدين، فإذا برجال إسماعيل الصفوي يعملون القتل فيهم، وأصبح الجامع موضعا لا للصلاة ولكن لمذبحة كبيرة ظل التاريخ يذكرها حتى الآن. وفي اليوم التالي استمر القتل حتى قتل أكثر من 20,000 مسلم على يد الصفويين الروافض الذين يقول عنهم حسن البنا والإخوان هم إخواننا، ما إخوانهم نعم في الخيانة وفي استباحة دماء المسلمين، ليسوا إخوانا لهم في الإسلام، إخوانهم في استباحة دماء المسلمين باسم الإسلام. ومن خلال أعمال التنكيل أصبحت مدينة تبريز شيعية، كما صنعوا حذو القزة بالقزة في بغداد الآن بغداد
التي في الأصل كانت مركزا من مراكز المسلمين ونشر الإسلام على مستوى العالم من قبل، صيروها الآن مركزا لسب الصحابة وتكفيرهم ولعن عائشة رضي الله عنها وتصفية المسلمين هناك. لا يبقى إلا من على من هو على ضلالهم رافضي شيعي.